الحر قبل ما نحط تحت امر الواقع عيون المر بعيني قاموا قلعوا لي عيني ما اختشوا عيشوني عيشه بالاكراه بدهم مني العفو حلم كبير اختار شريك تحدد مستقبلي بعد عن المهزله طالع طالع كم واصله بدون فاصله اما كمل او نقطه انتهب مشكله لا هي ولا هي انحدرت على الهفا اشتقت لاعلى الصفا وين كل هذا اختفى زاد الجفا تعلمت الاسود في ناس احذفها مشى الحال غلط خلص تطلعاتي ايجابيا صفر سلبيا زيد توقعاتي لانك صح اللي غير هالمسار اسلكه منك عصاية سحرية او فانوس افركه بالبلد تلاقي فصيل ولا واحد طلع اصيل تعال نعمل عصابة نقلبها خرابي يلا شيل كائنات متخلفة باول عمرة بتصير تخرف اقتصاد ترهيب تاريخ وواقع بتحرف كلمة اعتزال تصرف برر وين اللي بينصرف عطم صار نتيجة وحدة والطرق بتختلف هي على مستوى البلد ما بالكم اصحاب الشركة حياة صدمة عم اتنفس لكن مشغول الحركة بضطر داوم باليوم 15 ساعة لعيش كل يوم متحمل ذل وتفاهة كم كديش مجاملة تمثيل والتصاهر كله رواح مرة اعمل اني الشيطان ومرة ابو البراء شو هالخراء اللي احنا فيه كذبة تحالة وجهي من حالة وين وديه وين مخبيه تعبت بس تعبت اسقط حقي ما حصل تعبت اعمل حالي اول ما عم بقدر وصل تعبت اعملك رفيقة الي عندك مصلحة تعبت اعملك اخي وبتخفى بيناتنا مذبحة تعبت وانا استنى اول الشهر ليجي تعبت وانا حايس مثل هاجر روح واجي تعبت فكر كيف بدي دبر اموري تعبت فكر كيف اطلع من هالوضع الاندبوري تعبت من الناس لما يعيروني اني سوري تعبت حاول استنى عباب الهجرة دوري تعبت كل ما حب بدي بتتركني وحيد بالعادات والتقاليد للمجتمع المريض تعبت حاول ادفع تكاليف لكمل دراسي التزامات الحرب خفتني من تم الكاسي مثل شمولات دوب عين العالم صرت خروق قلب ميت محروق قاع بير مزنوق يحرق ضغط العالم ما بدي حب ولا انحب مالي الا موسيقى غيرها كله للكب لو عندي مليون دولار لاشتري معمل كبير خلي الناس تدوخ وتهتف اسم كيلي لو عندي ملايين ما بيكفر نظف وقدارة ما بيكفوا حتى رجع مخاكن عدارة لو بايد الاساس بلد سمية ارض سان تجمع الكل بدون وثيقة جنسيتها انسان جنسيتها انسان Yeah.